السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم 5 في ال HTML5. نبدأ مع بعض دلوقتي. لو أنا عاملة مجموعة من المنتجات وعايزة أعمل عليها كومنت اللي أنا يعني ما خلاهاش تظهر عندي، كأني بلغيها بس مش بلغي الكود بتاعها بمسحه، لا ده أنا بلغيها بشكل مؤقت عشان لو احتجتها قبل كده إن أنا أعملها كومنت. عايز أي جزء عايز تعمل عليه كومنت افتح تاج واعمل علامة التعجب دي سلاش سلاش، وانزل بقى في نهاية الجزء اللي انت عايز خلاص عايز تعمل عليه كومنت واعمل برضه سلاش سلاش واقفل القوس هنا تحت كده، يبقى خلاص الجزء ده المفروض مش هيظهر عندي في الرام. اللي انا لغيته بس من جوه البراوزر اللي انا ما شفتوش في اثناء العرض، بس يبقى مكتوب عندي جوه الكود. في برضو عندنا التاج بتاع التيبل، ازاي اللي انا اعمل تيبل اعرض جواه الداتا بتاعتي على البراوزر. التيبل عبارة عن ايه؟ اول حاجة عندي لازم افتح تاج واسميه تيبل واديله ستايل. الستايل ده هنشوفه بعد كده في CSS بنكتبه ازاي، بس بشكل مؤقت هنكتبه بس ايكوال الويدث، نديله الويدث بتاعه هيبقى 100% اللي هو العرض بتاعه، يبقى بعرض البيج كلها بتاعت البراوزر. بعد كده بقى التيبل جواه التي ار، التي ار ده اللي هو الرو، اللي هو الصف الرو. اول تي ار عندي اللي هي بتبقى المفروض الهيدر اللي بيبقى مكتوب فيها اول حاجه، اللي هو وليكن اللي هندخل في التي ار الاولى، هي مجموعه من التي ار هنا، دي تي ار ايات وسلاش التي ار بتاعتها، وبعد كده تي ار ثانيه صف ثاني، تي ار ثالثه صف ثالث، وعاوزين تزودوا بقى على حسب ما انتم بتشتغلوا. اول تي ار عندي بدات اللي انا احط فيها الهيدر اللي هي ايات، بدات اللي هو تي اتش ادخل جواها تي اتش واحد، جواها فيرست نيم، التي اتش اللي بعدها لاست نيم، التي اتش اللي بعد كده اللي هي الايج، وطبعا ما ننساش نقفل التاجات بتاعت التي اتش. وقفلنا التاج بتاع التي ار. التي ار بقى اللي بعد كده بندخل فيها تي دي، التي دي اللي هي الداتا اللي بتظهر في السيل، يعني السيل الاولى اللي هي الفيرست نيم، السيل اللي بعدها اللاست نيم، السيل اللي بعدها اللي هي التي دي بتاعتها اللي هي الايج. بدأنا ندخل الرو اللي بعد كده برضو اللي هي تي ار وسلاش تي ار، التي دي الاولى اللي هو الفيرست نيم، اللاست نيم، الايج بتاعتها. يبقى التي دي اختصار الداتا اللي بتدخل جوه السيل اللي هي في الرو، التي ار اختصار الرو، التي اتش الهيدر اللي انا بحطها في التيبل فوق. وما ننساش نقفل التيبل بتاعنا هنا. يبقى التيبل هو عباره عن مجموعه من التي ار بنفتحها، وجوه التي ار بكتب تي دي اللي هو الداتا اللي في السيل اللي انا بدخلها جوه السيل دي الداتا بتاعتنا، والتي اتش اللي هو الهيدر. نبدأ نشوف مع بعض نسيب الجزء ده ونشوفه في الرن هيبقى ازاي. ابدأ بس اعمل ريفرش للبيج. اهو بمجرد عملنا ريفرش للبيج شايفين التيبل خد اللي هو الشكل بتاع اللي هو البيج كلها بالعرض الويدث بتاعتها 100%. ادي الفيرست نيم وبدأ يكتب جواها هو الصفوف بتاعتها، اللاست نيم، الايج يكتب جواها. طبعا اللي هو التيبل شكله مش منسق لان احنا بنكتب بس بالاكواد ال HTML، لسه ما ظبطناش بقى بالديزاين بتاعه بالاكواد ال CSS. كده عرفنا ازاي نعمل كومنت وازاي نعمل التيبل. شايفين الجزء بقى بتاع الكومنت هنا، كان اول حاجه عندي كلمه بيج اللي هي موجوده جوه التاج بتاع الانسرت، ومجرد ما عملت لها كومنت ما ظهرتش عندي في الرن بتاع البراوزر. الرن ظهر عندي من اول تيبل اهي، الهيد اللي ظهرت فعلا الهيد بورد اللي هي الفيرست نيم واللاست نيم والايج ظاهره لي في الهيد اهيت، الفيرست نيم واللاست نيم والايج. الرو اللي بعد كده اهيت التي دي اللي جواها، والتي دي اللي جوه الرو اهيت موجوده السيلز بتاعتها اهيت، الرو دي موجود جواها اللي هي الاسم الاولاني، اللاست نيم بتاعتها، الايج بتاعتها اللي هي كانت هنا الـ50 اهيت. يبقى انا كده دخلت اول تي دي اللي هنا، وبعد كده التي ار اللي بعد كده، ودخلت جواها التي دي بتاعتها. ده لو احنا عاوزين نعمل شكل التيبل ونعمل كومنت على جزء معين جوه البيج. في حاجه تانية برضه عاوزين نشرحها مع بعض، حاجه اسمها الديف. يعني ايه ديف؟ الديف ده يعني مجموعه من البلوكات انا بحطها جوه البيج، اللي انا بقسم البيج زي ما انا عاوزه. يعني وليكن الجزء بتاع البادي ده انا عايزه اقسمه 3 ديفات، ديف هيكون للهيدر فوق، وديف للكونتنت اللي في النص، وديف للفوتر. يبقى هعمل ديف الاولى فوق، والديف الثانيه اللي في النص، والديف الثالثه اللي في النص. وطبعا بنغير في السي اس بي اس بتاعها عشان يظهر الديزاين بتاعها. هو الديف بيتكتب بالطريقه ديت اللي انا عملته، هو الديف، وعملت القفله بتاعته لازم طبعا يتقفل. جوه الديف ده انا كتبت مجموعه من الديفات الثانيه، هو ديفين تانيين جواها،
ديب وعملت سلاش القفله بتاعته، وعملت ديب كمان وعملت القفله بتاعته اهوت هنا بالطريقه دي. طب لو انا عاوز اشوف الديب دوت في الرن، نشوفه مع بعض، نعمل سيف ونبدا نعمل ريلود للبيج هنا ونشوفه في الرن. شايفين اهوت بدا ياخد لي الديبات تحت بعضها اهيت. طب ايه الفرق ما بينها وبين اللي انا كنت اكتب اللي هو الكلام ده ورا بعضه من غير اي حاجه؟ الفرق اللي هو بدا يعمل لي الديب دوت منفصل، كاني بعمل بريك ينزل في السطر اللي بعده، ينزل في السطر اللي بعده، مش لازق لي كله جنب بعضه، دي واحد دي اتنين دي تلاته كله في سطر واحد، لا ده بدا ياخد كانها بلوك واحد وبلوك التاني وبلوك تلاته، وبدا طبعا التيبل ياخد بلوك اللي بعده ينزل بعده تحته على طول. يبقى ده كلمة ديف معناها في الأكواد بتاعتنا هنا في أكواد ال HTML. طبعا هتبان أكتر لو ضفنا لها برضه لل CSS، وهنشوف بعد كده في نهاية الحلقات ال HTML هنشتغل بعدها على طول إن شاء الله CSS. استنوني في تكملة الحلقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.